¡Gracias! إلى المخيم هنا يا صحابي الدرس بتاعنا بيتكلم عن رحلة ذهبة أو رايحين متجهين إلى المخيم المخيم ده عبارة عن مكان نضع فيه الخيمة مكان نضع به الخيمة اللي هو المخيم ذهبت مع أصدقائي في رحلة إلى مخيم كشفي مخيم كشفي يا صحابي هنا زي ما قلنا كلمة مخيم مكان بنضع فيه الخيمة أو به الخيمة اللي بننصبها بتنصبها المجموعة الكشفية مجموعة كشفية يعني عبارة عن مجموعة من الأفراد بيذهبوا إلى مكان كده في الصحراء أو الجبال بينصبوا خيمة بيقعدوا فيها وبتكون لاستكشاف المكان وتعلم معلومات جديدة هنا يا صحابي معايا كلمة ذهبت هنا فعل هنا عندي أصدقائي هنا مفردها صديق فيها مد ألف ومد ياء آه، كمان عندي في حرف جر آه، رحلة فيها تنوين بالكسر إلى حرف جر مخيم فيها تنوين بالكسر كشفيا هنا تنوين بالفتح بدون إضافات المكان واسع مليء بالجبال والصخور والرمال جهزنا المخيم ثم تجولنا لنستكشف المكان هنا يا صحابي المكان اللي نصبوا فيه وعملوا المخيم عملوا فيه الخيمة واسع خالص مليء بالجبال والصخور وكمان فيه رمال جهزوا بقى المخيم علشان يقعدوا فيه وبعد كده سابوه وبدأوا يتجول يتجولوا, يتجولوا حواليه يعني يتحركوا وينتقلوا من مكان لآخر ابتدوا بقى في الجولة في التحرك من مكان لآخر ليستكشفوا المكان يتعرفوا على المكان هنا بقى يا صحابي صاحبنا ده ايه ضاع منه الطريق تعالوا نشوف كده ونكمل باقي الكلام بعد فترة نظرت حولي فلم أجد سوى الرمال والجبال أين المخيم؟ أين أصدقائي؟ بيستغرب هنا وبيتعجب أين المخيم؟ وأين أصدقائي؟ لقد أضعت الطريق ضاعت منه الطريق يعني فقدها معنى كلمة أضعت يعني فقد مش لاقي بقى الطريق مش عارف يرجع متضايق جداً وإيه وحيران يعمل إيه تعالوا كده مع بعض نتعرف على الكلمات اللي معايا المكان هنا القمرية آه المكان واسع هنا واسع فيها تنوين بالضم مليء تنوين بالضم بالجبال الباء هنا حرف جر الجبال مفردها جبل و هنا حرف عطف الصخور الشمسية وحرف عطف الرمال الشمسية جهزنا المخيم هنا القمريه ثم حرف عطف تجولنا هنا فيها مد بالالف لنستكشف لام حرف جر آه المكان القمريه نكمل بعد كده بعد فترة هنا فيها تنوين بالكسر نظرت حولي فلم اجد سوى الرمال الشمسيه وحرف عطف الجبال القمرية، وعندي هنا ده أسلوب تعجب، أين المخيم؟ هنا سؤال أسلوب استفهام، أين أصدقائي؟ أسلوب استفهام، لقد أضعت الطريق، أضعت هنا فعل معناه فقط الطريق الشمسية. بدأت الشمس في الغروب، وأصبح الجو باردًا، فجمعت بعض أغصان الأشجار لإشعالها. فأشعر بالدفء هنا يا صحابي ابتدت الشمس خلاص تغرب والجو ابتدى يبرد والولد بردان فجمع بعض أغصان الأشجار وأشعلها علشان يشعر بالدفء هنا معنى إشعال يعني يوقد أو يضيء ابتدى يولع في بعض الأغصان يوقد أو يضيء الأغصان دي علشان يشعر بالدفء لأن الجو ابتدى يبرد والليل ابتدى يليل عليه هنا بدأت دي فعل الشمس وهنا الشمس دي الشمسية في حرف جر الغروب هنا يا صحابي القمرية أصبح الجو هنا الجو القمرية باردا فيها تنوين بالفتح بإضافة ألف فجمعته هنا الفاء حرف عطف بعض أغصان أغصان هنا دي كلمة جمع مفردها غصن فيها مد بالألف الأشجار فيها مد بالألف والقلب بتاعتها القمرية مفردها شجرة لإشعال قلنا معناها يوقد أو يضيء لإشعالها فأشعر فالفاء هنا يا صحابي حرف عطف فأشعر بالدفء الباء هنا حرف جر والدفء الشمسية بعد قليل سمعت بعض الأصوات تنادي يا كريم يا كريم سعدت كثيرا وتعجبت قائلا كيف عثرتم علي؟ فقال القائد: من خلال الإشارة الضوئية التي استخدمتها، فتساءلت: أي إشارة تقصد؟ فرد ضاحكا: النار التي أشعلتها هي إشارة ضوئية ساعدتنا في العثور عليك. بعد قليل يا أصحابي بعد ما أولع في الأغصان وعمال هو بيتدفى بعد قليل من من إيقاده لبعض الأغصان سمع بعض الأصوات بتنادي عليه بمجرد ما النار أصدرت ضوء الناس بقى شافت الضوء دوا الأصحاب بتوعه والأفراد اللي معاه من المجموعة الكشفية شافوا الضوء اللي صادر من النار اللي هو كان بيتدفى بيها فابتدوا بقى ينادوا عليه يا كريم يا كريم اتبسط جدا لان هو طبعا تايه وفي مكان مش عارف حد وكل صحراء وجبال ورمال اتبسط جدا سعدت كثيرا وتعجبت قائلا قال لهم انتوا عرفتوا ازاي مكاني القائد بتاع المجموعة الكشفية قال له ان هو شاف الضوء من خلال الاشارة الضوئية اللي انت استخدمتها ايه عرفنا مكانك ايه هي الاشارة الضوئية اللي انت بتقصد بيها قال له النار هي اللي انت اشعلتها هي دي اللي ساعدتنا في العثور عليك هنا يا صحابي بعد قليل قليل هنا فيها تنوين بالكسر سمعت بعض الأصوات الأصوات هنا دي كلمة جمع مفردها صوت تنادي يا كريم يا كريم هنا الياء ده منادى هنا أداة نداء يا هنا أداة نداء يا كريم ده المنادى أه أسلوب نداء ساعدت كثيرا هنا ساعدت دي كثيرا هنا فيها تنوين بالفتح بإضافة ألف تعجبت قائلا هنا فيها تنوين بالفتح بإضافة ألف كيف عثرتم علي يا صحابي ده أسلوب استفهام بدايته كيف أداة استفهام فقال القائد القائد هنا القمرية من حرف جر خلال الإشارة الهنا القمرية الضوئية الشمسية التي استخدمتها فتساءلت أي إشارة تقصد فرد ضاحكا ضاحكا هنا يا صحابي فيها تنوين بالفتح بإضافة ألف النار الشمسية التي من الأسماء الموصولة أشعلتها هي إشارة هنا يا صحابي هي ضمير إشارة تون فيها تنوين بالضم ضوئية تون فيها تنوين بالضم ساعة تنا في هنا حرف جر العصور هنا القمرية صل كل كلمة بمعناها عندي أصحابي مجموعة من الجمل فيها كلمة ملونة هشوف ما يناسبها في قائمة المعاني وهوصل بيه حياة المخيم مليئة بالمغامرات حياة المخيم مليئة بالمغامرات معنى كلمة المخيم يعني مكان نضع به الخيمة هوصلها بمكان نضع به الخيمة تاني جملة أحمد يتجول بين الأزهار معنى يتجول يعني أصحابي يتحرك ويتنقل هوصلها بيتحرك ويتنقل تالت جملة معايا أضاع رامي الطريقة ويبحث عن حل، معنى أضاع يعني فقد، هوصلها بكلمة فقد، في البيت يشعل جدي شمعة لتنير لنا المكان، في البيت يشعل جدي شمعة لتنير لنا المكان، معنى يشعل يعني يوقد ويضيء، يوقد ويضيء، هوصلها بكلمة يوقد أو يضيء. اقرأ القصة ثم أكمل هقرأ أصحابي الجمل وجاوبها من القصة اللي احنا قلناها رقم واحد ذهب كريم مع أصحابه إلى المخيم بعد تجهيز المخيم ذهب كريم للتجول لإيه؟ راح يا صحابي مع مع باقي المجموعة الكشفية عشان يعملوا إيه؟ شاطرين عشان يستكشفوا المكان يبقى هكتب كده لاستكشاف المكان رقم ثلاثة عثر القائد على كريم من خلال القائد عرف ما يوصل لمكان كريم من خلال ايه يا صحابي الاشارة الضوئية من خلال الاشارة الضوئية بين قوسين اللي هي النار اللي كان كريم ايه اشعلها رقم اربعة الاشارة الضوئية التي استعملها كريم هي ايه يا صحابي هي إيه النار هكتب كده النار ارسم دائرة حول الجمل التي بها اسلوب نداء فيما يلي ايه هو يا صحابي اسلوب النداء عبارة عن يا أداة النداء يا ألف أداة النداء زائد المنادى عليه اللي هو الشخص اللي أنا بنادي عليه مثال زي ما أقول يا محمد يا كريم يا أمي يا صديقي يا معلمتي يا أبي كل ده يا زائد يا أداة النداء زائد المنادى عليه اللي هو الشخص اللي أنا بنادي عليه تعالوا كده نشوف الأمثلة معايا رقم واحد يا محمد افتح الباب يا محمد افتح الباب هنا يا أداة النداء زائد محمد المنادى عليه يبقى هنا هحط دايرة على أول مثال معايا لإنه أسلوب نداء تعالوا نشوف رقم اتنين يحب كريم المغامرات هنا مفهاش أسلوب النداء رقم ثلاثة ألعب مع أصدقائي مفهاش أسلوب نداء رقم أربعة يا أمي أين الطعام؟ يا أمي أين الطعام؟ ده أسلوب نداء يلا حط معايا دايرة عليه رقم خمسة أحب تناول الخضروات أحب تناول الخضروات هنا يا صحابي ده مش أسلوب نداء رقم ستة أنهيت الواجب يا معلمتي هنا ده أسلوب نداء يا معلمتي هحط عليه دايرة رتب الكلمات لتكون جملة معايا هنا يا صحابي أول جملة يا دروسك ذاكر خالد هقول ايه يا صحابي هبتدي بايه باسلوب النداء بأداة النداء يا يا خالد ذاكر دروسك يا خالد ذاكر دروسك ابتديت بيا النداء زائد المنادى عليه ابتديت بياء النداء زائد المنادى عليه اللي هو خالد يا خالد ذاكر دروسك رقم اتنين اين اللعب صندوق امي يا هنا السؤال برضو في اسلوب نداء هقول ايه اصحابي اين صندوق اللعب يا امي اين صندوق اللعب يا امي رقم تلاتة الماء يا تفضل جدي هقول ايه اصحابي يا جدي تفضل الماء يا جدي تفضل الماء هنا يا جدي ادي الياء اداه النداء والمنادى عليه اللي هو ايه جدي